نحن في صراع أعتاب انتخابات عامة جديدة في بداية نوفمبر تشرين الثاني القادم، وبالتالي لبيد وهو رئيس حكومة لأشهر معدودات يحاول كذلك أن يستفيد من أي حدث لطبعا أهداف انتخابية. إضافة إلى ذلك يجب علينا أن نعرف أن هناك فرق في التعاطي مع إشكالية وجود حماس في قطاع غزة والسياسة المتبعة حيال حركة حماس من قبل من ناحية اليمين أو خوى الوسط واليسار، حيث أن اليمين في إسرائيل كان معني بإضعاف السلطة الفلسطينية على مدى أكثر من عقد من الزمن أثناء حكومات نتنياهو المتعاقبة، وبالتالي لم يتعاطى بجدية مع الخطر الحمساوي وقد عن عمد أراد أن يتعامل مع حركة حماس كأمر واقع، ورأينا كيف أنه انتقد على هذا من قبل رئيس المعارضة آنذاك إسحاق هرتسوك، اليوم رئيس الدولة، من قبل لبيد اليوم رئيس الوزراء ورئيس حكومة تسيير الأعمال، وبالتالي لا شك في أن هناك توجه مختلف، ولكن هل هذا التوجه المختلف اليوم هو سوف يؤثر بشكل واضح وملموس على سياسة الائتلاف حتى الانتخابات القادمة؟ أنا لا أظن، لأنه طبعا بحكم أولا أنه هو رئيس حكومة مقلص الصلاحيات لأنه رئيس حكومة تسيير أعمال، وبالتالي لا يمكن أن يتخذ قرارات جريئة فيما يتعلق بمثل هذه الأمور، عودا على ذلك أنه لو لا سمح الله اندلعت حرب جديدة أو قامت إسرائيل بعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، فسوف تكون هناك تعطى صلاحية المشاركة في الحوارات الاستراتيجية من قبل الرئيس المعارضة لأنها حكومة تسيير أعمال وليست حكومة طبيعية. وطبعا في بداية ذلك أنا أقول أنه يعني 80% من التعاطي مع الأزمة هو تعاطي حرفي من قبل الأجهزة الأمنية التي لا علاقة لها باللون السياسي للحكومة، ولكن المظهر والتوجه العام وصياغة عمل الحكومة طبعا يمثله لبيد، ولديه مصلحة في أن يظهر أنه كما ذكرت أكثر تشددا وأكثر حرصا على استتباب الأمن من السيد نتنياهو أو من اليمين بشكل عام. إذن أكثر حظا أكثر تشددا، وكما ذكرت الحكومة تتعامل بحرفية ومهنية مع هذا الموضوع، هنالك من ربط الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بطبيعة الحال، هنالك من ربط كما تحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هنا في استديوهاتنا في 24 نيوز أن هنالك ربطا بين هذه الضربات الأخيرة وزيارة بايدن الأخيرة في إسرائيل الأراضي الفلسطينية ومن ثم السعودية هذه الجولة الشرق أوسطية. هل تعتقد أن الأمر مرتبطا بهذا الشكل؟ هو لا شك في أنه التقارب الإسرائيلي الأمريكي في ظل زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى التقارب الإسرائيلي العربي ولا سيما في إطار الترتيبات الأمنية التي تشهدها المنطقة، نعم ليس ناتو عربي، نعم ليس ناتو شرق أوسطي، نعم ليس هناك لن يكون هناك تطبيع بين إسرائيل والسعودية في الأسابيع والأشهر القادمة، نعم الإعلام الإسرائيلي سرسار وقد زاد من سقف تطلعات وطموحات الكثير مما يريدون أن توقع مثل هذه الاتفاقات، ولكن نعم لا شك في أن هناك ترتيبات أمنية خطيرة غير مسبوقة، وأن هذه الترتيبات الأمنية تأتي في ظل تقارب كذلك غير مسبوق في الرؤى بين إسرائيل والعواصم العربية المشتركة المختلفة، وبالتالي إسرائيل اليوم لديها حرية أكبر وباتت أقل تقيدا من أي وقت مضى فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا. نعم. يعني إسرائيل تراعي أكثر علاقتها بالسلطة الفلسطينية، تراعي أكثر النهج المتبع لإسباب الأمن في أورشليم القدس والأماكن المقدسة، ولكن فيما يتعلق تحديدا بجزئية حماس وقطاع غزة فاليوم يعني أصبحت أقل تقييدا من أكثر وقت مضى. نعم، أتقول أن المزيد من دفء العلاقات العربية الإسرائيلية سيزيد من توتر حماس وسنشهد المزيد من هذه الضربات؟ لا شك في هذا، لأن حركة حماس اليوم أصبحت محاصرة تماما، وكذلك النظام الإيراني يريد أن يحركها حتى يظهر أن لديه ما زال يسيطر على الموقف، لأنه لا يمكن أن نعرف أن أولا صار هناك تقارب إسرائيلي عربي، قطر عادت إلى الحظيرة العربية مرة أخرى، تركيا أعادت النظر في السياسات القديمة، وبالتالي الدعم العربي والتركي لحركة حماس أو في بالأخص الزراع العسكري لحركة حماس لم يعد كما يكون كما كان في السابق، وكذلك الخناق ازداد على النظام الإيراني الذي هو الداعم والممول الأكيد، وطبعا رأينا هذا طبعا في ظل القمة التي شارك فيها العراق وشارك فيها قطر وأصبح وكرست بشكل واضح العزلة السياسية للنظام الإيراني. الدكتور مير المصري أستاذ العلوم السياسية.